رجل تزوج بامرأة فولدت في 6 أشهر، فهل المرأة تلد في 6 أشهر؟ فإذا كانت تلد في 6 أشهر فما حكم الرجل الذي ينكر أن هذا الولد ليس بمولوده رغم إقامة الحجة عليه؟ أفيدونا الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. أيوه. قال سبحانه: وفصاله في 2 عامين. فالولد أقل ما ينكر في بطن أمه 6 أشهر، ثم تلده في 7. أيوه. تاما إذا كان جامعها من حين تزوجها، جامعها وولدت بعد 6 أشهر، هذا مثله يعيش وينسب إليه. أما قبل 6 أشهر فهو قد يقع هذا ولكن لا يعيش، قد تلده لخمسة ولد لكن لا يعيش، يكون غير تام كما ينبغي، قد يعيش يوما أو يومين ثم يموت، هذا لا يمنع من كونه ولد الله. أيوه. لكن إذا كان أقل من ذلك وعاش يعني شيء واضح، فهذا يكون من جماع سابق قبل النكاح، يكون من جماع سابق اما زنا ولا وطن بشبهه. نسأل الله السلامة. يعني اذا ولد قبل 6 أشهر وعاد. إيه نعم. خل ينسب الى اخره. هذا تكون حاملا قبل النكاح. ايوه. انما السائل لمعنى هذا يصير ولد بعد. اذا كان عاش ولد 6 أشهر. ايوه. يوطئه لها. أيوه. او قبل 6 لكن يعني صدق ما عاد، طاح ومات او طاح ميت ما يموت. نعم.